السلام عليكم حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. واليوم بغيت نشارك معكم كما وعدتكم، انا دائما معكم بهذا الموديل حتى نكملو. بغيت نوريكم كيفاش ترشموا على الجناب وبلا اغلاط. الرشمه ملي كتكون على الجناب كتجي شويه صعيبه، ملي كتكون بلديه عادي كتكون فيها رشيمه توريدات ولا سليتات ولا هذه كتجي عاديه. بالحق ملي كتكون رشمه هندسيه بحال هذه ضروري خصنا التركيز معها بزاف باش تجينا على الخياطه، يعني نرسمو على الجنب وعلى الخياطه وباش تجينا هاد الرشيمه معوضه وتجي مع الخياطه ضروري خصنا نركزو عليها بزاف 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 باش ما تجيناش عوجه. الطريقه باش كنرسم انا غنوريها لكم تقدروا تسمعوا لي. هذا احسن خرج، احسن بابيي كربون هو هذا، هذا ما تخافوش منه. علاش؟ حيت واخا كتراسي به ما كيتمسحش، ومن الاحسن من الاحسن ما نتراسيوش كلشي رشمات كاملين عندنا في الجلابه، كنتراسيو غير ديك واحد الرشيمه اللي غنخدموها وتنجيو رشمو اخرى عاد ديك الساعات نتراسيوها باش نتفاداو ديك ان البياسه كتبقى تهز وتحاط وتهز وتحاط كتمسح، تقدر تمسح تقدر، هذا ما كيتمسحش ولكن الانسان كيعمل احتياط وصافي. هذا احسن خرج وهذا الطريقه. دابا كيفاش كنعملو باش نجيبو الخياطه مع نجيبو الرشمه مع الخياطه؟ انا اصلا هنايا راه رشمه، يعني بغيتش نطول عليكم غير بغيت نشارك معكم شفت كيفاش كتجي الطريقه كيفاش كنعملو. نشبرو الرشمه وكنتنيوها هيدا هيدا بهاد الطريقه، كنشوفو نحاول نشوفو الزوايا ديال الرشمه وكنتنيوها كنتنيوها. خصنا هاد القنيطه تيجيو مع بعضياتهم، هاد الوريقه تيجيو مع بعضياتهم وتجي الرشمه معوطه ملي نتنيوها. هيدا نعمل هيدا هيدا، ودائما الرشمه كنعمل انا سكوتش، ديك السكوتش اللي واسع كنشبر الرشيمه كنغلفها كامله بالسكوتش غير من هنايا بلا ما كنعمل لهنايا باش كتبقى محافظه واخا تطراسي عليها شحال ما طراسيتي ما كتخافش عليها. بغيتي من هنا تغلفوها تكوني تغلفوها، كتبقى ترسم عليها وتعاود مرارا وتكرارا ما توقع لها حتى شي حاجه. وحتى في الرسم كتجيكم ملي كتجي تراسي كتجيكم ساهله، يعني القلم دغيا كيمشي ما كيتعطرش. المهم كنتينيو هذه هيدا، انا قلت لكم ملي كتكون الرشمه هندسيه وحتى الرشمه العاديه يعني اللي كنقدروا نحطوها هنايا حتى هي خصنا الا كنا باغيينها تجي في الوسط حتى هي خصنا نعملوها نفس الشكل. هيدا كنتنيو هيدا وكيجيو هادو مقادين وهادو مقادين، كلشي كيجي مقاد. الساعات كنحطو هيدا رشيم كنحطوها هيدا، هذيك الثانيه خصها تجي مع الخياطه. قبل ما قبل ما نرشمو بعدا نسيت، قبل ما نرشمو قبل ما نعمل حتى شي حاجه من هذا الشيء، هذا دائما كوتيات بلانشا بلانشا بلانشا، يعني مصلح مصلح خياطه مفتوحه بحال هكذا ومصلح. علاش؟ ملي كتنبت كتنبت وتينا مرتاحه، ما كتنبتش وانتينا مخلوعه هي عاد جيت مكمشه باقي خصني عاد بلانشيها من فوق، حيت الا مشات تنبتت عاد جيت بلانشيها والو ما عاد تطلق لكش. هيدا كتخيط، ملي كتخيط كتفتح خياطه هيدا ضروري خياطه تكون مفتوحه بحال هيدا هيدا هيدا، كنفتحو الخياطه كنبلانشيو مزيان باش عاد كنبتو باش كتجينا تنبت كيجينا طايح وكيجينا مزيان، ما كنبقاوش عاد قلب جات مكمشه ما جاتش مكمشه ديها بريسه، وبقى بلا بريسه ديك الساعات كتبقى لك مطلوقه. بالنسبه للرشمه هيدا كنحطوه، هاد التنيه اللي تنينا هيدا راه كنحطوه هنا كتجي مع الخياطه نيشر. نتمنى تكون التصويره واضحه. مثلا نحطو هاد التراساج هذا كيتحط هنا، طبعا كنكونوا عاملين الخرج من تحت، يعني كنكونوا عاملين الخرج هذا
مثلا هيدا، بغيتو تقطعوا على حسب الرشمه كتقطعوا على حسب الرشمه. كاين الناس اللي كتقطع الرشمه، انا ما كنبغيش نقطع الرشمه، كنخليها هيدا هكا. هيدا هاد الخيط، هاد الثانيه هادي كتجي مع الخياطه، كنشبروها من هنايا، كنعاودو عاوتاني ندير نيشان، نعاود من تحت هيدا، عاوتاني نشبروها مع الخياطه. هيدا خصك باش كنتفاداو ديك العوجيه. تجيك الورده، تقدر تجيك الورقه هنايا، تقدر تجيك هنايا. هاد المثلث يقدر ما يجيكش في وسط الخياطه، راه خصو يجي في وسط الخياطه. هاد المثلثات هادو خصهم يجيو في وسط الخياطه، هادي وسط الخياطات. انا كنهضر لكم غير بالنسبه للرشمات اللي كيكونوا هندسيين بحال هادو، اما الرشمات البلديين راهم كيكونوا عادي، واخا ما تجيش مثلا بحال يمشي بحال بنفس الاتقان. هيدا هذه هي الطريقه باش كتجينا الرشمه بحال هادي. هادي انا ترسيتها الاول، رشمتها زعما نبتها باش نشاركها معاكم. هايد شوف شتي كيفاش كتجي، خاص هاد العريش يجي في وسط الخياطه، وهاد العريش هذا خصو يجي في وسط الخياطه، وهاد المثلثات هادو حتى هما خصهم يجيو في وسط الخياطه. المهم حنا كنركزو على هاد الوسط هذا باش ما كتجيناش الرشمه عوجه. نتمنى تكون واضحه. شفتوا كيفاش كتجي؟ وحتى بالنسبه ملي كتعملوا لها المصلوح راه هي كتجي طايحه، يعني واخا ديك الساعات كترسم على خاطر، كترشم كتنبت على خاطرك، ما كتخافش ان تجي مكمشه ولا شي حاجه. انا غنوريكم هذا العريش في رشمه اخرى كيفاش غيجي. انا من معكم هاد الرشمه معايا، هادي من هنا لهنا اصلا الرشمه راه شاركتها معكم. شوف راه هي واخا تعيا يعني تنيشه، راه تجيك تجيك عوجه واحد شويش. الا جاتك عوجه شويش راه انت اللي خصك تعوضها، عيب العبر بعينك وبالحساب ديال العقيق. هي فوسط الخياطه، فوسط الخياطه. كنخرجوا لي برا في الثاني، كنبقاو ماشيين هيدا مع داك بوسط الخياطه. انا راه واخا كننبت بالخيط ابيض راه ما كيجيش باين. هاو خيط ابيض، دائما في الثانيه كنعمل اربع حبات، كنمشي بيهم اربع حبات.
أربعة الأريشات من هنا أربعة الأريشات من هنا، ما كنحسبوش هاد الوسطاني هنايا، كنجيو عاوتاني من هنا على الوسط ديال الزواقة ديال ديك المثلث هاكا، حتى هو في وسط الخياطة باش كيعطينا العبر، عاوتاني كندخل في وسط الخياطة هيدا. نتمنى يا ربي يكون هاد الدريس فاتكم واستفدتو منه، ومبغيتش نزيد نطول عليكم لان الرشمة اصلا انا شاركتها معاكم. هي هنا ملي كنجيو نخدمو هنايا هاد الجنيبات هادو، هادي ما كنحش ما كنحسبوهاش، كنبقاو نحسبو هنا متى هنا عمل 8 هنا عمل 8 هنا عمل 7 هنا عمل 7، هادي ما كتحسبش. نتمنى يا ربي يكون فدتكم بعدا بشي حاجه، وكنتمنى انكم تخليو لي الدعوه ديالكم، واللي عنده شي تفسير ولا شي حاجه ولا شي اسئله تخليها لي في التعليق، وخليكم دابا تعملوش غير ولديكم فيديو اخر ان شاء الله، وانا باقي نكمل معاكم ان شاء الله، باقي نكمل باقي لي هاد الرشمه هادي ديال هاد الجهه. انا نسيت ما وريتكمش الطريقه كيفاش خدمت الكمام من هنايا، هادو ملي كنكونوا كنخدموهم عاوتاني كنخليو ديك العبر شويه من هنا شويه من هنا حتى كنشدو من هنا عاد كنزيدو نكملو هاد الطريفات هادو، باقي نزيد نكمل معاكم ان شاء الله بلا ما نزيد نطول عليكم. يلا مع السلامه حبيباتي.